تقلية مش عارفة اسمها ايه عندكم، بس هي تقلية. هنا تقلية بنحتاج فيها كرشة، الكرشة عايزاها بالفرو بتاعها، يعني الكرشة احنا عارفين ان بيبقى فيها زي الفرو. اهم حاجة تتنظف كويس جدا، ملح، ليمون، خل، كل الحاجات دي ممكن نعملها مع بعض وننظف الحاجات دي كلها على بعض، يعني كل حاجة تتنظف بيها الكرشة دي عايزة تتعقم، يعني كأنه عايزة حد متضايق جدا ويقعد يغسل فيها ويطلع كل غله فيها عشان يطلعها لنا نظيفة بالشكل ده. باخدها، بعد ما بناخدها بنسلقها مع سلايز ليمون، بنقطعها مربعات صغيرة ونسلقها مع سلايز ليمون. فقلنا التقلية بنحتاج فيها الكرشة تبقى متنظفة كويس جدا متقطعة وسايبينها بالفروة بتاعتها، وبتبقى مسلوقة مع سلايز الليمون. بناخد فيها كبدة وفشة متقطعة مربعات صغيرة، لحمة حسب الرغبة، في ناس ما بتحبش تحط فيها لحمة خالص، اللي ما بيحبش يحط فيها لحمة ما يحطش. دول الأربع مكونات اللي عندنا، الكرشة والكبدة والفشة واللحمة. احنا في مدينتنا بنحط عليها لحمة، يعني احنا في كازابلانكا بنحط لحمة، في ناس ما بتحطش لحمة، في ناس بتضيف عليها كبدة، في ناس ما بتحطش، يعني في ناس ما بتحطش كبدة، كل واحد هو بيحبها ازاي، بس هي دول المكونات الأساسية بتاعتها. نحتاج طماطم، طماطم متكسرة أو مشلضة، متكسرة بالشكل ده متقطعة مربعات، بنقشرها نغسلها كويس ونعملها بالشكل ده. بصل مفروم ناعم، ثوم برضو ناعم نبقى فرمينه، كزبرة وبقدونس، زيتون، ليمون معصفر، كركم، كمون، جنزبيل أبيض، وفلفل بابريكا، وملح وفلفل، وزيت زيتون وزيت عادي طبعا. أنا عايزة أخد طبق، معلش، عايزين ناخد طبق عشان نطلع بولفاف بتاعنا. عايزة أسيب هادي شوية، بنشوف، بنقعد ندور فيه اللي بنلاقيه مستوي. طبعا كلنا عارفين لو الدهن رفيع المساحه او التخن بتاعه السماكه بتاعته بتبقى رفيعه بيستوي معانا على طول، لو مش رفيع بتلاقيه مش بيستوي على طول خالص. طيب انا هاخد الحله بتاعتي اسخنها، احط فيها من ده على ده، يعني الاثنين مع بعض، زيت زيتون وزيت عادي. في ناس ما بتحبش تعمل فيها زيت زيتون، وفي ناس بتحب تعمل فيها زيت عادي، في ناس تحب تعمل فيها سمنه، في ناس تحب تعمل فيها زبده، كل واحد بيحب، بس هي زيت زيتون وزيت عادي. وناخد البصل بتاعنا، ناخد البصل بنشوحه مع الثوم. بصوا الكرشه بتاخد في الوقت في التسويه ما بتاخدش معاكم كتير، ومش هتاخد كتير خالص، كل اللي هتاخده معانا تقريبا حوالي ساعة الا ربع او 40 دقيقة هتاخدها معاكم في السوا لو انتوا سالقين الكرشة، فهو لازم نسلق الكرشة. في ناس هتقولك لا ما نسلقش الكرشة، احنا في المغرب بنسلق الكرشة الاول مع الليمون، مع سلايز الليمون، بعد ما نغسلها كويس جدا بالملح والخل والليمون. شوفوا انا على فكره سويتهم بالدرجه اللي انا بحبهم فيها. في اماكن عندنا، في اماكن في اسواق شعبيه عندنا بنحط فيها الكرشه، يعني بتلاقي عربيات زي عربيه الفول بس تلاقيها بتبيع كرشه، يعني من الاكلات الشعبيه المميزه جدا عندنا، وطبعا مش اي حد نقدر نيجي وناكلها من عنده، لا كل واحد بيروح للشخص الموثوق فيه او اللي سمعته بتسبقه بناكلها منها، فبيبقى حلو جدا. بصوا بننزل الطماطم بتبقى بالطريقه دي، بننزل الطماطم مع البصل مع الثوم بالشكل ده. اول ما تبتدي لما بنكسر الطماطم من الزيت، لما بنكسر الطماطم تعمل معانا زي الصوص سريع، تبقى بالشكل ده. نبتدي بقى ننزل الكزبره والبقدونس والتوابل بتاعتنا. انا هنا مختاره اني احط معاها لحمه، لان بصراحه اللحمه بتديها نكهه حلوه قوي، وما بتبقاش، في ناس مش بتحب تاكل الكرشه وبس، يعني يبقى الموضوع مختلف. خليني اقلب دول، عايزه اقول لكم الريحه هايله، ريحته بتبقى هايله، الدهنه ده سبحان الله العظيم.
بيدي ريحة حلوة جدا. بصوا بقى هنرجعوا للتقلية، التقلية ديالتنا هنقلبها، نقلبها بالشكل ده. ما تقلقوش، في ناس تقول لك لا والريحة والزفارة لو اتغسلت بملح وخل وليمون بجد مش هيبقى فيها ريحة خالص، هتبقى زيها زي الكبدة، زيها زي الرئة، زيها زي القلب، مش هيبقى فيها زفارة خالص. هنا ياخد الفلفل بابريكا، ناخد الزعفران، الزعفران ممكن نستبدله بالكركم، جنزبيل مطحون. المكونات بالظبط هتلاقوها عندكم على الشاشة، لو عايزين تعملوها بالطريقة المغربية تبقى نكهتها بصراحة واو. العيد يعني عيلة، العيد يعني صحاب، بنتجمع كلنا في البيوت مش برة، يعني ما تلاقيناش بنتجمع برة في الشارع أو في الكافيهات، لأ بتلاقينا في البيوت، كل واحد بيبقى عايز يكبر التاني زي ما بنقول، احنا بنقول بالمغربي كنكبروا بيه، بنضيفهم عندنا يعني بنضيف الناس عندنا، سواء كان عيلة سواء كان صحاب سواء كان جيران، كله بتلاقي الطبق ده بيلف فعلا من بيت لبيت، كل واحد يعني احنا مثلا العمارة كل واحد بيخبط على التاني بيديله الطبق، لازم تدي تشوف كم واحد عندك في البيت او في العمارة وتدي لده وتدي ده وتدي لده وتدي ده، يعني يقول الخروف او السجيطة اللي احنا بنعملها دي بنوزعها على الناس، اهم حاجة حتى لو سيخ واحد بس ده بيبقى معزة ومحبة، وإنه هو معاك حتى لو ما كانش حاضر الذبحة معاك فهو معاك، وهو بالتالي بيردهولك يعني ما بيسيبش الموضوع كده، بيديهولك وبيبقى معاك، يعني اللي هو بتبقوا مع بعض، لازم تبدلوا البعض ما دام في محبة ما بينكم وفي مودة، فيبقى لازم ندي البعض كده يعني زي الجيفت أو زي الهدية بتسمى بتاعت العيد. بصوا بقى التقلية بتاعتنا اهي، بنشوحها وبنقلبها، بتعمل لنا زي الصوص، الصوص ده هو اللي بيخلي الصوص بتاعها يتقل معانا في الاخر، يعني بصوا تبقى جوسي وحلوة جدا. اول ما تبقى كده نقوم جايبين المية، المية بتاعتنا هرجع اقولكم مية ساقعة او مغلي ما تفرقش، بالشكل ده وننزل عليها بس ما نغرقهاش ميه، ما تبقاش الميه عندنا كتير قوي فتبقى عايمه، عارف لما تسوي تبقى تحس انها عايمه ما فيهاش صوص معقود، يعني الصوص بتاعها ما يبقاش ماسك نفسه. بنعملها بالطريقه دي وكده الكرشه بتاعتنا تبقى جاهزه لنا بعد 40 دقيقه من دلوقتي. نحطها على نار متوسطه، نقفل عليها ما نفتحش خالص، ولو عايزين تفتحوا قلقانين ممكن تتحرق او مش عارفين مقدار الميه مش مظبوط معاكم، كل شويه افتحوا عليها قلبوها، لو فيها ميه ما تزودوش ميه، حتى لو الميه بتقل معاكم ما تزودوش ميه، هي بتبقى بالشكل ده. طبعا قبل ما نقفل، اول ما تستوي معانا ونتاكد ان اللحمه استوت والكرشه استوت، خدوا بالكم من الكرشه لانها بتبقى ماسكه جدا، فلو اتاكدنا انها استوت معانا كويس خلاص وبقت طريه اول ما نمسكها بايدينا تتقطع، نقوم مزودين الليمون ومزودين الزيتون الاخضر او احمر، دي على حسب دي اذواق، يعني الزيتون انت وذوقك، عايزاه اخضر عايزاه احمر او انت بتفضلي ايه، بنزود لها الزيتون الاخضر والليمون المعصفر وبتبقى عندنا جاهزه. طبعا انا مجهزه واحده برضو عشان مش هخليكم تستنوا معايا 40 دقيقة عشان ما تزهقوش مني، تبقى بالشكل ده. هنقدمها مع بعض دلوقتي اوريكم، ونروح نقدم كمان بولفاف بتاعنا ونشوف هنزينه ازاي. طيب خلينا ناخد دول، هقدمها في طاجن، طبعا هي احنا بنحطها في طبق عادي والعيش وبصحة والراحة. احنا هنقدمها النهاردة في طاجين عشان يبقى شكلها في طاجين مغربي بالشكل ده، يعني بصوا الصوص بتاعها بيبقى شكله ايه، عايزة اقول لكم بيبقى طعمها واو بيرفكت، والريحة ما فيهاش ريحة زفارة خالص،